يعرف بمهندس المقاومة وصاحب أكبر عدد سنين حكم مؤبد، إنه الأسير عبد الله البرغوثي الذي قهر سجانه الإسرائيلي باستمراره في النضال داخل قضبان العزل الانفرادي. صحيح، فكتاباه مشاهدينا الماجدة ذكريات بحبر وورق، طبعا موجود معنا نسخة منه واللي أرسلها لنا مشكور. أيضا بالنسبة لكتاب المقصلة وجهاز الشباك الصهيوني، هما بمثابة رصاصة نضال أطلقها الأسير عبد الله البرغوثي. راح نتعرف أكثر عليه وعلى كتابي أيضا من خلال التقرير التالي. للعريس زفة بالزغاريد وللشهيد زفة بدموع الفرح، ولكن كيف تكون زفة المناضل الأسير بالسجون الإسرائيلية؟ هنا احتفال أقرب ما يكون لعرس فلسطيني أردني للأسير عبد الله البرغوثي. نضال استمر رغم القيد والأسر وآلاف المؤبدات التي فيها أحكام إسرائيلية تعسفية. عبد الله كسر القيد بالعزل الانفرادي وغمس روحه بحبر القلم ليخط كتابين، هما المقصلة وجواسيس الشباك الصهيوني والماجدة ذكريات بلا حبر وورق. وها هو فكره حاضر على ألسنتنا قائلا: كتبت المقصلة تاركا لقلمي ولفكري وعقلي بأن ينتقل بين الواقع والحقيقة والخيال والحلم، فلقد زوجت بين الاثنين معا. أما السبب فيعود لأنني كنت عندما كتبت هذا الكتاب أقبع في زنزانة العزل الانفرادي، ولأن عقلي ما زال يحتفظ بأسرار المقاومة وأسرار القسام، فلم يكن معقولا أن أكشف أسرار المقاومة التي عجز الاحتلال عن انتزاعها من خلال التعذيب الذي مورس علي خلال 6 شهور رأيت خلالها الموت وكلمته وكلمني. أما رواية الماجدة ذكريات بلا حبر وورق فقد أخرجتها لكم من صميم الحزن والألم، أخرجتها لتكون صرخة مدوية ليعلم القاسي والداني أن فلسطين ما تزال في الأسر وأن تحريرها واجب علينا كلنا، وأن الماجدة هي أمكم وزوجتكم وأختكم وابنتكم، وإن الماجدة هي فلسطين. كلمات عبد الله يعني وصلت لجميع أنحاء العالم، وعبد الله يعني بطل من أبطال زملائه اللي في السجون وفي العزل وكلهم عبد الله. شخص معزول على 9 سنين أثناء وجوده في العزل كتبهن، وبعد ما طلع من العزل على السجن مع أصحابه وصل لنا إياهن، وهان انطبعن وزبطن ونشرناهن، وكان والله الإقبال كويس كثير، والناس يعني الكل بأيدهن وبشجعنا على كتابة أخرى. هو النضال لا يتوقف خارج السجن ولا تأسره القضبان ليبقى كالدم يجري في العروق، نضال ترجمه الأسير عبد الله البرغوثي بحبر قلمه الذي سال على الورق ليفضي عن أسرار المقاومة والتعذيب وعن فلسطين، تلك الماجدة التي حركت مشاعر من قرأ سطرا في كتابها. هذا الأسير الوطن لم يكتفي بلون واحد من ألوان النضال، لم يكتفي بكونه مسك السلاح والبندقية ونزل إلى ساحة النضال، وإنما أيضا يناضل بالكلمة والقلم. حب فلسطين الذي جمع الكثير من الأسرى داخل السجون الإسرائيلية جمعهم اليوم أسرى تحرروا من قبضة السجن، ليزف هذين الكتابين نيابة عن صاحب العرس الحاضر الغائب عبد الله البرغوثي الأسير وصاحب آلاف المؤبدات الإسرائيلية. بعد هذه التجربة التي خضتها أيقنت أن من هو أسير ومن هي أسيرة داخل سجون الاحتلال هم عظماء هذه الأمة. الأسير عندما يستطيع أن يوصل صوته إلى خارج المعتقل رغم أن في السجان، أولا تكون هذه الكلمات خارجة من القلب، ولا لا يبتغي من وراها الأسير أي منفعة مادية، هو فعلا يريد أن يوصل رسالة صادقة إلى أمته وإلى شباب أمته. إذن فالسجن والأسر ومؤبدات القيد الإسرائيلية لا تعني أبدا نهاية النضال، نضال حمله الأسير عبد الله البرغوثي على عاتقه وحملني أمانة بإيصال صوته من خلال كتابيه هذين للعالم، ولم ينسى أن يحملني أمانة أخرى بإيصال الماجدة والمقصلة للزملاء في صباح الخير يا عرب.
ولا يسعني إلا أن أقول إلى لقاء قريب يا عبد الله. عماد العضايل، MBC، عمان. إذن هذا هو مشاهدين مهندس العمليات الاستشهادية أو أسد حماس أو أمير الظلم مثل ما يلقب نفسه وأيضا لقبه الآخرون. أكيد أنه هو حاليا بيحضر برنامج الأسير عبد الله البرغوثي. اتصل بمراسلنا في عمان عماد العضايلة وأثنى على برنامج صباح الخير عرب وهو متابع له، كما بقية الأسرى الذي دائما في تواصل معنا وتصلنا يعني رسائلهم ولو تأخرت قليلا بالنسبة للوقت، ولكن في النهاية طبعا اتصل والأمانة وصلت. صحيح. والمغلفات اللي كانت وراء عماد اللي هي عبارة عن كانوا بهذا الشكل إهداءات. الإهداءات. نعم. وصلت إلينا إلى دبي، ولكن يعني جملة بسيطة فقط قبل ما ننتقل للموضوع الآخر، أنه جملة مؤلمة: أعيش في ظلمة زنزانة العزل الانفرادي منذ سنين طويلة طويلة جدا حتى أنني لم أعد أحصيها. يعني لما صحيح. تمر السنين بدون إحساس صعب جدا، ولكن إن شاء الله يفك يسر. وانتصار بحد ذاته أنه استطاع أن يوصل لهذه الكتب ويطبعها وتصل إلى الجميع. أنا عن نفسي قرأت يعني من كثر ما كان عندي فضول قرأت نص الذكريات بلا حبر وورق، وقرأت أيضا المغسلة والجواسيس، ولكن راح أكمل إن شاء الله الباقي في نهاية الأسبوع.